أحيانا تحدث مواجهة دامية بين الحيوانات في الطبيعة، لكن ما تشاهده الآن هو صراع من أجل البقاء بين حيوان النمس والكوبرا العربية. تمتلك الكوبرا العربية إحدى أخطر السموم على الإطلاق، ويمتلك حيوان النمس مناعة ذاتية ضد سموم الأفاعي. إنها حقا معركة شرسة ومؤلمة. شاهد كيف تقوم أفعى الكوبرا بلدغ النمس في رأسه، وهو الآخر يقوم بعض وجهها بشكل متتالي. إنها حقا معركة تدمي القلب. وفي النهاية يموت حيوان النمس متأثرا بالسم، وتموت أفعى الكوبرا نتيجة العضات القوية. هذه هي نتيجة العناد.